السلام عليكم في فيديو جديد. من بعد ما سالينا درس الاتصال والدرس ديال الاشتقاق والمتتاليات العددية، فمن الأحسن أننا نبداو نخدمو بعض الوطنيات القدام باش هكا تكونوا عارفين المنهجية باش تخدمو ونوعية الأسئلة اللي كيتحطو. وغنبداو مع هذا الامتحان الأول، هذا اللي هو الدورة العادية 2015، وغنخدمو هذه المسألة هذه. حتى دابا حنا هضرنا غير على الدوال، دونك من الاحسن اننا نخدمو بعدا هاد المسالات هادو، عاد من بعد ندوزو للدروس الاخرين. واصلا هاد المسالات هما اللي كيكون فيهم النقاط بزاف، غالبا كتكون ديك 10 النقاط 11 نقطه، هاي بحال هنايا عندنا 11 نقطه. دونك الا خدمتو المساله بعدا على الاقل نتوما ضامنين المعدل ديالكم. دونك غادي نبداو دابا مع هاد لابارتي الاولى، لتكن جي الدالة العددية المعرفة على R بما يلي: جي دو إكس إيغال إكسبونونسيال دو إكس ناقص دوز إكس. هاد الدالة هادي الإكسبونونسيال ولا الدالة إلين مازال ما درناش هداك، مازال ما درناش شي كور عليهم، ولكن هنايا فاش غنلقاو شي حاجة اللي فيها الإكسبونونسيال أو لا إلين فغنشرحوها حتى هي، عاد من بعد نكملو الأسئلة ديالنا. دابا مثلا هنا عندنا هاد الدالة إكسبونونسيال، الإكسبونونسيال هي الدالة العكسية ديال الالين. وشنا هي مجموعة تعريف الإكسبونونسيال؟ مجموعة التعريف ديالها هي R. وهاد الإكسبونونسيال هادي فهي متصلة على R، وكذلك موجبة، يعني كل كسوة X أبارتنو R الإكسبونونسيال ديال X راهو موجب، وكذلك قابلة للاشتقاق بحيث الاشتقاق ديالها هو نفسها. مثلا دابا الى درنا الاكسبونونسيال دو اكس بريم فغتعطينا هي اكسبونونسيال دو اكس، وإلا كانت عندنا مثلا الاكسبونونسيال ديال واحد او دو اكس، يعني كانت عندنا شي حاجة بدلالة اكس مثلا دوز اكس ولا دوز اكس موان اكس، المهم شي حاجة بدلالة اكس وبغينا الاشتقاق ديالها، فغيكون هو او بريم دو اكس مضروبه في الاكسبونونسيال ديال او دو اكس، اكسبونونسيال او دو اكس. دونك هذه هي المشتقه ديال الاكسبونونسيال. وبالنسبه للنهايات الاعتياديه ديال الاكسبونونسيال فراه ديجا حطيت واحد البي دي اف اللي فيه كاع النهايات الاعتياديه، وداخلين فيه حتى النهايات الاعتياديه ديال الداله اكسبونونسيال والداله الين، يعني من الاحسن انكم تعاودوا ترجعوا تشوفوا هذاك البي دي اف، اولا غنحط اللينك في الديسكريبسيون ودخلوا شوفوه. دونك دابا هكا بامكاننا اننا نكملوا هذه الاسئله ديالنا. دونك اولا احسب جي بريم دو اكس لكل اكس من ار، ثم استنتج ان جي تناقصيه على موال لانفيني الين دو وتزايديه على الين دو بلس لانفيني. هنايا بعدا خاصنا نحسبو جي بريم دو اكس، يعني غنجيو لهنايا غنبداو لدينا quel que soit x appartenant à R, g' de x que ça ouilina il y a exponentielle de x naqis 2x prime. شنو كيعطينا هذا؟ هي اكسبونونسيال دو اكس ناقص جوج. دونك هذه هي المشتقه ديال جي، وطلبوا منا اننا نبينو بلي هاد جي هادي هي تناقصيه على موال لانفيني الى دو. باش غنعرفوها واش تناقصيه ولا تزايديه غيخصنا ندرسو الاشاره ديال جي بريم دو اكس، يعني خصنا بعدا نشوفو في اش من نقطه كتنعاد ملينا هاد جي بريم دو اكس. ومنه جي بريم دو اكس
ايجال زيرو اكيفالو، لان اكسبونسيال اكس ناقص جوج كتساوي لينا زيرو، وإلا كانت هذه كتساوي لنا زيرو يعني راه اكسبونسيال دو اكس ايغال ا دو. يعني دابا هنايا شنو قلنا؟ قلنا بلي هاد الاكسبونسيال هادي هي الدالة العكسية ديال الالين، دونك ممكن اننا هنا ندخلو هاديك الالين باش تحيد لينا هاد الاكسبونسيال، باش يبقى لنا غير اكس ونعرفو شحال كيساوي. يعني هنا فاش غندخلو الين، الين اكسبونسيال دو اكس هي اكس، حيتاش كيما قلنا ديك النهار اف موان زا غون اف دو اكس فهي اكس، و تا اف غون اف موان زا دو اكس هي اكس. خصنا نردو البال غير لهداك الدومين ديفينيسيون، وهنايا عندنا اكسبونسيال الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار، يعني ما عندناش شي مشكل. دونك هنايا اكس غيكون كتساوي لنا، دخلنا هنا الين دونك غندخلو حتى هنايا، دونك اكس ايغال الين دو. دابا غيخصنا نشوفو فوقاش هاد جي بريم هادي كتكون سالبة، واش الا كان اكس كبر من الين دو او لا الا كان اكس صغر من الين دو. غنبداو هنايا ناخدو لوكال الاول. دابا مثلا كانت عندنا اكس انفيريور او ايغال الين دو، فهادي ايكيفالون هنايا هاد حاجه اخرى نسيت ما قلتها لكمش على الاكسبونسيال، الاكسبونسيال تزايديه قطعا في المجال ار. يعني الا دخلنا هنايا اكسبونسيال على هاد المتفاوته ما غيوقعش شي تغيير في الترتيب، دونك غيبقى لنا اكسبونسيال دو اكس كتساوي لينا هنايا خصنا اكسبونسيال ديال الالين دو. يعني هنايا شنو هو الدومين ديفينيسيون بعدا ديال الالين؟ الدومين ديفينيسيون ديال الالين هو زيرو بلس لانفيني، وهاد دو هادي كتنتمي لنا لهاد المجال زيرو بلس لانفيني، يعني ماشي مشكله دخلنا داك الاكسبونونسيال، يعني غتبقى لنا دو هنايا، عفوا ماشي ايكال هنايا، انفيريور او ايكال. دونك الى درنا ليكسبونونسيال دو اكس ناقص جوج فغتكون صغر من او يساوي زيرو، يعني جي بريم دو اكس انفيريور او ايغال ا زيرو. بما اننا لقينا جي بريم صغر من او يساوي زيرو، فيعني في هذا المجال هذا راه جي تناقصيه، اذا جي تناقصية على اش من مجال هنايا، احنا عندنا اكس صغر من الين دو يعني موال لانفيني الين دو. وهنايا الى قلبنا هذا الرمز هذا يعني رجع لنا اكس سوبيريور ايغال الين دو، حتى هذه غتقلب هنا ومن بعد غيعاود يتقلب هنايا، دونك غتكون عندنا جي بوزيتيف، يعني جي راها تزايديه في الين دو بلس لانفين، و تزايديه على ln2 بلس لانفيني. دونك هكا كنكونو سالينا هاد السؤال الاول، وهكا كنكونو ضمننا واحد 0.75. السؤال الثاني، تحقق من ان جي ديال ln2 كتساوي لنا 2 فاكتور واحد ناقص الالين دو دو، ثم حدد إشارة جي الالين دو. دونك هنايا غنبداو نحسبو هاديك جي الالين دو لدينا
دونك هذه السؤال الثاني. لدينا جي الالين دو، شنو غتكون كتساوي لنا؟ حنا عندنا جي دو اكس هي اكسبونونسيال دو اكس ناقص جوج اكس، دونك هذه غتكون هي اكسبونونسيال ديال الين دو دو ناقص دو فوا الين دو دو. هنايا عندنا هاد اكسبونونسيال الين، دونك غتمشي غتبقى لنا غير جوج، يعني جوج ناقص جوج الين دو. هنايا نعملو بدو، واحد ناقص الين دو دو. هكا كنكون وصلنا لهاد ليكسبغسيون اللي هما طالبين منا. دابا من بعد قالك خصنا نحددو الاشاره ديال هاد جي الين دو. هنا عندنا هاد جوج هادي هي بوزيتيف، دونك الاشاره ديال هاد جي الين دو هي اشاره واحد ناقص الين دو. شي اللي نكتبو هنايا اشاره جي الالين دو هي اشاره واحد ناقص الين دو. وفي هذا الوطني هذا كان مسموح باننا نخدمو الاله الحاسبه، يعني نحسبو هاد الالين دو نشوفو شحال غتعطينا. لدينا الالين دو دو كتساوي لينا صفر فاصلة 69. إذن هاد واحد ناقص الين دو فهي بوزيتيف، ومنه تا هاديك جي د الالين دو تا هي غتكون بوزيتيف. دونك هكا سالينا تا هاد السؤال التاني. دابا غندوزو السؤال الثالث. قالك استنتج ان جي دو اكس سوبيريور ا زيرو لكل اكس من ار. هنايا شنو اللي غيعاوننا باش نجاوبو على هاد السؤال؟ فهو جدول تغيرات جي. دونك السؤال الثالث حنا شنو باغيين نبينو فيه؟ باغيين نبينو بلي جي دو اكس راه دائما موجبه. غنرسمو بعدا جدول تغيرات. دونك جدول تغيرات جي. دونك هنا يكون عندنا اكس، الانترفال اللي عندنا هو ار، دونك موال لانفيني بلس لانفيني. هنا غتكون عندنا جي بريم، هنا عندنا جي. جي بريم قلنا كتنعدم في الالين دو، يعني غنكتبو هنايا. فاش غتكون عندنا اكس صغر من الالين دو عندنا جي بريم سالبة، فاش كيكون كبر عندنا بوزيتيف، يعني جي هنايا راها تناقصية. وهنا شنو غيكون عندنا؟ هنا عندنا ديك الجي الالين دو، ومن بعد كطلع تزايدية. شنو هي بعدا لا ليميت ديال جي كون اكس تونفير موال لانفيني؟ عندنا جي هي ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص دوز اكس. ليكسبونونسيال ديال موال لانفيني هي زيرو، ناقص دو فوا موال لانفيني
موال لانفيني مع هاد الناقص هترجع لنايا بلوس لانفيني زائد هاد الزيرو هذا، دونك هي بلوس لانفيني. الوغ دابا باش نحسبو هاد لا ليميت ديال جي كون اكس تنفر بلوس لانفيني، فعندنا جي هي اكسبونونسيال دو اكس ناقص دوز اكس. غنحاولو اننا نبينو هاديك لا ليميت ديال اكسبونونسيال دو اكس سوغ اكس، حيتاش حنا عارفين بلي لا ليميت ديال اكسبونونسيال دو اكس سوغ اكس كون اكس تنفر بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. هادشي اللي درت هنايا، يعني هنا بحال عملت بواحد الاكس، دونك غتعطيني اكسبونونسيال دو اكس سوغ اكس ناقص جوج مضروبة في اكس. دونك هاد ليكسبونونسيال دو اكس سوغ اكس قلنا كتمشي لبلوس لانفيني، بلوس لانفيني ناقص هاد جوج غتبقى هي بلوس لانفيني مضروبة في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. الو دابا شنو كتلاحظوا من هاد جدول التغيرات هذا؟ وعلما ان هاد جد الالين دو لقيناها بوزيتيف، وشنو هي جد الالين دو؟ فهي اصغر قيمه للجي في المجال ار. الا كانت عندنا اصغر قيمه بوزيتيف فيعني راه دائما هذيك جي غتكون بوزيتيف. هادشي اللي غنكتبوه هنايا، دونك من خلال جدول تغيرات اف، عفوا جدول تغيرات جي، تغيرات جي فإن كيلكو سوا إكس appartenant à R, g de x supérieur strictement à 0. Donc, haka kankounou salina had la partie loula min had l'ouatani. Kima katlahdou fa had chi bsayet, khsou ghir chouya dial tarkiz. Haka addamnou nukat. دابا غندوزو لهاد لابارتي التانية ديال التمرين. عندنا نعتبر الدالة العددية f المعرفة على r بما يلي: f دو x كتساوي x سوغ اكسبونونسيال دو x ناقص دوز x، وليكن c المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد المنظم او اي جي، الوحدة 1 سنتيمتر. طبيعة الحال هنايا هاد الوحدة اللي معطية فغير باش غتعاون من بعد في حساب المساحه والحجوم وكذا، ولكن بالنسبه لهذا العام هذا الوطني 2020 فما كايناش هاد لابارتي هادي ديال حساب المساحه وحساب الحجوم، حيت هادشي اللي كان في داك الاطار المرجعي اللي خرج. دونك نكملوا هنايا، عندنا في السؤال الاول الف قالك بين ان لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفر بلس لانفيني ايغال ا زيرو، ولا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تنفر موان لانفيني ايغال ا موان 1 سور 2. لاحظ ان اكسبونونسيال دو اكس ناقص دو اكس كتساوي، هادي حنا ديجا لاحظناها حيت خدمنا بها ياد باش نحسبو هاديك دوك لي ليميت ديال جي لكل اكس من ار اطوال. فاول هندسيا كل نتيجة من النتيجتين السابقتين. دونك غنبداو مع هاديك لا ليميت الاولى اللي هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال f de x شنو كتساوي لينا؟ كتساوي هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال x sur exponentielle de x ناقص 2x. على حساب هذيك الملاحظة اللي عطاونا فغنعملو في هذاك المقام بواحد x ليميت كون x تنفر بلس لانفيني. دونك قلنا هنايا غنعملو بواحد x يعني غتختزل مع هاد x اللي الفوق. دونك شنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هي واحد مقسومة هنايا فاش غنعملو ب x، شنو غتعطينا؟ غتعطينا هي اكسبونونسيال دو x سوغ x ناقص جوج.
دابا شنو قلنا حنا قبيله؟ قلنا بلي لا ليميت كون اكس تنفير بلس لانفيني ديال اكسبونسييل دو اكس سور اكس هي بلس لانفيني، يعني هنايا غتولي عندنا واحد على بلس لانفيني هي زيرو، وهذا الشيء مطلوب منا نبينه. حاجه اخرى مطلوب منا تاويل الهندسي ديال هاد لا ليميت. دابا كل ما قالك اكس كيكبر اف دو اكس غتكون كتقرب لينا للزيرو، يعني راه المستقيم وهاد لابارتي هادي ديال الفروع اللانهائيه التاويلات الهندسيه، فغنحاول ان نقاد واحد البي دي اف ونحطو لكم ان شاء الله. في المستقيم ايغريك ايغال ازيرو مقارب افقي للسي اف. حنا قايلين بلي هذاك السي هو المنحنى ديال اف، دونك ما نحتاجوش نديرو هنايا ديك اف. مقارب افقي للسي بجوار بلس لانفيني. وبحال التاويلات هادو ضروري ما خصنا نكونوا ضابطينهم، حتى هما اللي كيساعدونا باش اننا نرسمو هذاك المنحنى سي اف. من بعد دابا غندوزو لهذيك لا ليميت الثانيه. شنو مطلوب لنا في هاد لا ليميت الثانيه؟ قالك لا ليميت كون اكس تونفير موان لانفيني ديال اف دو اكس شنو كتساوي لينا؟ هي لا ليميت، ونفس الطريقه حتى هنايا غادي نعملو في المقام بداك الاكس ومن بعد نختزلو به. انا تبقى لنا نفس الحاجه، واحد مقسومه على اكسبونونسييل دو اكس سور اكس ناقص جوج. دونك هنايا هاد لا ليميت هادي هي زيرو، هادي باينه حيتاش هنايا الاكسبونونسييل ديال موال لانفيني قلنا هو زيرو. زيرو مقسوم على موال لانفيني راه هي زيرو، علاش؟ حيتاش غتكون عندك بحال هكا زيرو مضروبه في واحد على موال لانفيني. واحد على موال لانفيني فهي براسها زيرو، دونك زيرو مضروب في زيرو هي زيرو. دونك هنايا زيرو ناقص جوج هي ناقص جوج، دونك واحد على ناقص جوج، دونك هي ناقص واحد على جوج، وهذه هي اللي مطلوب منا. دونك وصلنا النتيجه الصحيحه. دابا غندوزو للتاويل الهندسي بنفس الطريقه ديال هذيك لا ليميت اللي قبل. حتى هنايا غيكون عندنا المستقيم دو المعادله ايغريك ايكال ناقص واحد على جوج مقارب للسي اف بجوار موال لانفيني. دونك هكا كنكونو سالينا حتى هاد السؤال هذا. دابا من بعد شنو مطلوب منا؟ هادي السؤال الثاني الف، قالك بين ان اف بريم دو اكس كتساوي واحد ناقص اكس فوا اكسبونونسييل دو اكس سور اكسبونونسييل دو اكس ناقص جوج اكس او كاري لكل اكس من ار. دونك غندوزو نحسبو المشتقة. دونك لدينا quel que soit x appartenant à R, f prime de x que ça oui lina il y a x sur exponentielle de x naqis 2x
بريم، يعني هذه شنو غتكون كتساوي لينا؟ فهي المشقة البسط اللي هي مش هنا هي المشقة البسط، حنا عندنا البسط هو اكس، دونك المشقة ديالو هي واحد، غنضربوها في المقام، دونك كتعطينا هي اكسبونونسيال ديال اكس ناقص دوز اكس، من بعد ناقص البسط مضروب في المشقة المقام. شنا هي المشتقة المقام؟ هي إكسبونونسيال دو إكس ناقص جوج، مقسومة لنا على إكسبونونسيال دو إكس ناقص دوز إكس أو كاري. شنو كتساوي لنا؟ فهنايا بعدا عندنا هنا ناقص دوز إكس، هنا كاين واحد ناقص إكس مضروب في ناقص جوج، دونك كتعطينا ناقص دوز إكس زائد دوز إكس، دونك هادي كتختزل، غتبقى لنا إكسبونونسيال ديال إكس ناقص إكس إكسبونونسيال دو إكس، غنحاولو أننا نعملو بالإكسبونونسيال دو إكس، دونك شنو غتعطينا؟ هي إكسبونونسيال دو إكس عامل واحد ناقص إكس. المقام بطبيعة الحال هو إكسبونونسيال دو إكس ناقص دوز إكس أو كاري، وهذه هي النتيجة اللي طالبين منا تهما. دابا ندوزو نشوفو شنو طالبين منا آخر. دونك احنا سالينا السؤال ألف، حسبنا المشقة، من بعد قالك أدرس إشارة إف بريم دو إكس على R ثم اعطي جدول تغيرات الدالة F على R. اوكي دونك غندوزو نكملو هادشي. هذا فاحنا لقينا هاد المشقة هادي. دابا هنايا شنو غتكون الإشارة ديال F بريم؟ أول حاجة احنا عندنا هاد المقام راه ديما موجب، حيتاش عندنا هاد الأوكاري هذا هنايا، وتكون كانت هاد لابويسونس هادي امبير راه غتكون موجبه. علاش؟ شنو هي اكسبونونسيال دي اكس ناقص دوز اكس؟ فهي هذيك الجن اللي خدمنا عليها في البارتي الاولى، وبينا بلي راه ديما موجبه، يعني هذا المقام هذا ديما راه موجب. دابا بقات لينا في البسط، عندنا اكسبونونسيال دي اكس راه ديما موجبه، واحد ناقص اكس كتغير الاشاره ديالها، يعني غتكون عندنا اشاره f بريم دو اكس هي إشارة واحد ناقص اكس. إشارة واحد ناقص اكس باينة، إذا كان عندنا هاد اكس كبر من واحد فراه غتكون سالبة، كان عندنا اكس صغر من واحد فغتكون موجبة، يعني غندوزو نيشان جدول التغيرات. هنايا عندنا اكس المجال كامل قلنا يعني موال لانفيني بلوس لانفيني، هنا غتكون عندنا اف بريم، هنا غتكون عندنا اف. دابا قلنا بلي اف بريم الاشاره ديالها هي اشاره واحد ناقص اكس، يعني فاش كتنعدم كتنعدم لينا في واحد، وغتكون هنايا موجبة إلا كان يعني عندنا إكس صغر من واحد، وسالبة إلا كان إكس كبر من واحد، يعني هنا غتكون تزايدية وهنا غتكون تناقصية. حنا ديجا حسبنا لي ليميت ديال إف دو إكس كون إكس تنفر بلوس لانفيني كون إكس تنفر موال لانفيني. شنو عطاتنا في موال لانفيني؟ عطاتنا هي ناقص واحد على جوج، وشنو عطاتنا في بلوس لانفيني؟ عطاتنا هي زيرو. بقالنا نحسبو اف دو واحد، دونك اف دو واحد فغتكون كتساوي لينا هي واحد مقسوم على اكسبونونسيال ديال واحد ناقص جوج مضروبة في واحد، حيتاش اف دو اكس عندنا هي اكس سور اكسبونونسيال دي اكس ناقص دوز اكس، هادي شحال هي؟ هي واحد مقسومة على الاكسبونونسيال ناقص واحد او ناقص واحد. دونك هنايا عندنا هذه هي واحد على او ناقص واحد،
هذا هو جدول التغيرات. دابا ندوزو للسؤال الاخر. بين ان y يقال x هي معادله للمستقيم دي المماس للمنحنى سي في النقطه او اصل المعلم. يعني حنا ديجا كنا شفنا هذيك المعادله المماسه للمنحنى في نقطه. شنو هي هذه المعادله المماسه؟ شنو غتكون كتساوي لنا؟ كتساوي لنا y كيساوي f بريم فهذاك لو بوين هنايا عندنا هو اصل المعلم يعني زيرو. دونك غتكون عندنا هي f بريم دي زيرو فوا x ناقص زيرو زائد f دي زيرو. شنو هي عندنا f بريم؟ عندنا f بريم دو x لقيناها باللي هي اكسبونونسيال ديال x مضروبة في واحد ناقص x مقسومة على اكسبونونسيال ديال x ناقص 2x او كاري. يعني شنو غتكون عندنا f بريم دي زيرو؟ اكسبونونسيال دي زيرو هي واحد، واحد ناقص زيرو هي واحد دونك غتبقى لنا واحد، مقسوم على اكسبونونسيال ديال زيرو هي واحد، واحد ناقص جوج، لا عفوا هادي هنايا تكون جوج مضروبة في الزيرو دونك غتبقى لنا غير واحد، واحد او كاري، واحد مقسوم على واحد هي واحد. دونك هاد اف بريم زيرو هي واحد مضروبة في اكس ناقص زيرو دونك غتبقى لنا هادي هي اكس زائد اف د زيرو. شنو هي اف د زيرو؟ دابا حنا هنايا عندنا اف دو اكس هي x مقسومة على اكسبونونسيال دي x ناقص 2x دونك داك ال x اللي في البسط غنعوضو بزيرو غتعطينا f د زيرو كتساوي زيرو. يعني هنا زائد زيرو دونك غتبقى لنا هاديك معادلة المماس هي y إيكالا x. هكا كنكونو جاوبنا على السؤال. يعني هاد المستقيم دو المعادلة y إيكالا x فهو مماس للمنحنى سي في النقطة x إيكالا زيرو أو لا في أصل المعلم. دابا من بعد غندوزو للسؤال الاخر. شنو عندنا فيه؟ انشئ في نفس المعلم او اي جي المستقيم تي والمنحنى سي. ناخذ واحد مقسوم على او ناقص جوج هي 1.4 تقريب، ونقبل ان للمنحنى سي نقطتي انعطاف وفصول احداهما ينتمي الى المجال 0.1 وفصول الاخرى اكبر من 3/2. شنو هي نقطة الانعطاف؟ نقطة الانعطاف هي اللي كتكون فيها اف سكوند ايكالا زيرو. مثلا كانت عندنا نقطة الانعطاف ناخدو مثلا هنا، مثلا عندنا حنايا ناخدو نقطة الانعطاف هي 3/2، فيعني ممكن فاش انه اكس صغر من 3/2 غتكون محدب، داك السي غيكون محدب، و الا كان اكس كبر من 3/2 غيكون مقعر يعني كيتقلب. هادشي هذا غنشوفوه في هاد المنحنى. دونك غنبداو غنرسمو حنايا واحد المعلم، مطلوب منا اننا نرسمو حتى داك المستقيم تي بطبيعة الحال حتى غيعاوننا، حتى هو راه مماس في النقطة زيرو. دونك هكا هذا هو المستقيم تي. وحنا انطلاقا من هادوك لي ليميت اللي كنا ديجا حسبنا، فعندنا y إيكالا زيرو تا هو راه مقارب بجوار بلوس لانفيني. دونك هذا هنايا هذا هو المستقيم، هو محور الافاصيل، هذا هو اللي عنده y إيكالا زيرو. وعندنا تا y إيكالا ناقص 1/2 هو مقارب بجوار موال لانفيني. نفترضو مثلا عندنا هنا ناقص 1/2، فيعني هذاك المستقيم غيجينا هكا، هذا هو y إيكال ناقص 1/2. وعندنا الصورة ديال واحد هي واحد مقسومة على او ناقص واحد، هذه قالوا لنا غتاخدوها هي 1.4. دونك مثلا هذه هنا كان عندنا واحد، وهنا عندنا واحد، 1.4 مثلا جينا هنايا، فهنا غتكون عندنا اف دو واحد. فكيفاش غيكون عندنا هذاك المنحنى؟ غيكون داير بحال هكا، وهنايا راه مماس في هذيك الزيرو،
هادي هنا تكون واحد نقطة الانعطاف باش من بعد غيعاود يهبط هكا. دونك هادي هنا المهم هكا هنايا غير بشكل تقريبي، فباش غنشوفو هاد الشي هذا بالضبط حاولت انني نرسم هاد المنحنى هذا افيك هاد اللوجيسيال ديال جيوجيبرا. دونك هو ده تقريبا نفس الشيء، هذا هو المستقيم إيكغيك إيكال ناقص واحد على جوج، هاد محور الأفاصيل هو إيكغيك إيكال زيرو، وهذا اللي بالزرق هو إيكغيك إيكال إكس. المنحنى يعني كما كتشوفوا هنايا راه قريب من هاد إيكغيك إيكال ناقص واحد على جوج كون إكس تونفير موال لانفيني. من بعد كيبدا كيطلع هنايا كيجي مماس، هنا كيكون منطابق مع هاد المماس هذا فهاد النقطة إكس إيكال زيرو. من بعد هنايا نقطة الانعطاف دونك كيدور، عاود تاني هنايا نقطة انعطاف أخرى وكيعاود يكمل. يعني هذا راه كيحقق لينا داكشي اللي قال، قال كاينة نقطة انعطاف ما بين الزيرو والواحد تا هي دي، كاينة نقطة انعطاف اللي الأفصول ديالها أكبر من تلاتة على جوج راه كاين. وهنايا فغيكون عندنا واحد المماس هنايا في هاد النقطة هادي. دونك هكا كنكونو رسمنا هاد السي هذا. دابا من بعد مازال لينا واحد السؤال في هاد لابارتي التانية و لابارتي التالتة، ان شاء الله غنديروهم في الفيديو في الفيديو الجاي، وحاولوا انكم تقدموهم من قبل باش في الفيديو الجاي ان شاء الله تكونوا ديجا خادمينهم غير تشوفوا التصحيح. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وبالتوفيق للجميع، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.